النائب على هذا السؤال. كيف تتعرفوا النهوض بالعالم القروي ادماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أولويات هذه الحكومة، ويعتبر النقل وسيلة ضرورية لفك العزلة عن الساكنة القروية وأيضا المساهمة في تنمية المناطق القروية. من أجل تحقيق هذه الأهداف الوزارة ديال النقل اعتمدت نمط النقل المزدوج، وتتعمل اللجنة الوطنية للنقل على إعطاء الأولوية لمعالجة طلبات الرخص الخاصة بهذا النقل بعد موافقة اللجان الإقليمية. وتستفيد هذا النمط أيضا من برنامج جديد وتكسير المركبات، كما يستفيد من برنامج التكوين المجاني المقدمان من طرف الوزارة. ومن أجل استجابة أفضل لحاجيات العالم القروي فيما يخص النقل، يجب تفعيل مضامين الجهوية المتقدمة الخاصة بالنقل، وتعمل الوزارة مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية على تحديث الآليات والتدابير الكفيلة بذلك. وشكرا.